شكرا يا بهاء، بس هات لي، هناخد الشرائح اللي انت اتكلمت عليها 7 على 40 و8 و10 و12، الناس اللي هي بتابعه معاك اللي شغاله معاك. تمام سيادتك. 7 على 40 الاول، صفحه 47 لو سمحت. انا بس هنا، انا طبعا يا بهاء مش كلامي معاك مش الهدف منه يعني ده لصالح الناس اللي بتتفرج علينا، لصالح الناس اللي بتتفرج علينا، الناس اللي هي المصريين البساط خالص. عشان نوضح الكلام، كتير هنا بيتم ويمكن يكون مناسب ان هم لما نيجي نقول لهم على مشروع زي ده ونقول ليه احنا يعني خلينا مسار العمل فيه بالطريقه اللي احنا ماشيين بيها دلوقتي، مع الوضع في الاعتبار ان يمكن زي ما بهاء اتكلم عن ان القطاع الخاص ومشاركته معانا، وانا بقول تاني القطاع الخاص مهم جدا جدا جدا، لان هو ادارته للمشاريع اداره متقدمه جدا وناجحه جدا، وكفاءه الاداء الحقيقه بتبقى محل اعتبار في اي عمل هم بيقوموا بيه، وبالتالي احنا في جزء احنا بنقوم بيه كدولة، ويمكن ده النقطة المهمة الأولانية اللي أنا عايز أتكلم فيها. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة هنا قبل ما أتكلم، ليه أنا بقول للقطاع الخاص احنا تصدينا كده، يعني ليه تصدينا للمشروع ده؟ يعني هديكم مثال بسيط جدا جدا. لما جينا نتكلم على الأراضي اللي موجودة هنا ديت وان احنا نجهزها عشان تبقى تنتج في مجال الزراعه، انا بتكلم على زراعه تقليديه خالص، يعني مش بتكلم ابدا لا حتى على زراعات تكلفتها غاليه، لا انا بتكلم زراعه ميه وكده. فكانت البدايه خالص في الجزء اللي هو يمكن مظلل باللون الازرق ده، وده كان على الميه الجوفيه. وهنا قابلنا تحدي ان المياه ديت السيطرة عليها وعلى الاستخدام ما يكونش استخدام جائر، وفي نفس الوقت ان هي تقدر تخدم معانا اكبر وقت ممكن للانتاج الزراعي. وانا هنا بتكلم على المياه بقى، وبقول لبهاء وبقول لكل اللي بيسمعني من المستثمرين، كله بيناقش القضية في إطار إن المية متوفرة فهو يزرع بيها، وده أمر يعني طبيعي وموضوعي يمكن، لكن أنا عايز أقول للي بيسمعني المية عندنا في مصر مش متوفرة بالبساطة ديت، ولو إحنا عايزين نستفيد استفادة حقيقية من كل نقطة مية إحنا محتاجين إن نظم الري تتطور جدا، ونظم الزراعه تتطور جدا، وحتى التقاوي البذور المستخدمه تتطور جدا. يعني ايه؟ يعني زي ما اتقال كده ان احنا ناخد ميه صرف زراعي ونعيد صياغتها، بس انا بقول للناس واحنا بنتكلم كده انك انت وانت بتعالج الصرف الزراعي بتخلي الميه زي ميه الشرب صحيح، ولكن نسبه الملوحه فيها بهاء عاليه ستة. بتبقى عاليه شويه، وبالتالي مش كل المحاصيل اللي ممكن المية دي تخدمها زي مية النيل او زي مية الابار اللي ملوحتها مناسبة، لا بيبقى في عندي محددات في استخدام هذه المية في زراعات محددة. لكن هل وزارة الزراعة والباحثين ممكن يشتغلوا معانا ويحلوا لنا جزء؟ اكيد. لو النهارده بقينا في والعالم ممكن يكون في شركات بره سبقتنا واشتغلت على انها تطلع زراعه بدرجه ملوحه اعلى من اللي احنا شغالين فيها. وبالتالي انا بس برجع للميه تاني وبقول ليه هي بالنسبه لنا تحدي كبير جدا. احنا عددنا 105 مليون ولا 106 دلوقتي، وفي كمان عندنا ضيوف 9 مليون، ويمكن
لما الدكتور مصطفى قال ان احنا ان العبء المالي علينا من هذا الموضوع يصل ل 10 مليار دولار، كتير اتكلم يقول لك الرقم ده معقول يعني؟ فانا قلت لهم طب بس تعالوا قولوا لنا لو احنا بندي متوسط الميه طبقا اللي هو اقل معدل عندنا 500 متر في اليوم، في 9 مليون يعني في السنه يبقى 4.5 مليار متر. 4.5 مليار متر لو انا عامل لهم محطات تحليه او محطات معالجه، ده بيتكلف ارقام كبيره قوي. ارجع للميه تاني. اذا لما بنتكلم للميه لكل من بيشتغل في مجال الزراعه، وبنتكلم على سواء كان اهلنا اللي موجودين في الدلتا او في الاستصلاح اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، سواء كان هنا في الدلتا الجديده او في توشكا وشرق العينات او في اي مكان اخر، الناس هتجد ان احنا استثماراتنا عاليه جدا. استثماراتنا عاليه جدا. يعني ايه عاليه؟ يعني الناس كلها بتروي على ميه المطر، وبالتالي تكلفه الانتاج بتاعها اقل كتير من اللي احنا بنعمله. بس هل لدينا خيارات اخرى؟ لا، ما لدناش. يا كده يا بلاش. يا اللي احنا بنعمله ده ايه؟ يا ما نزرعش. وبالتالي ارجع بقى اقول عشان ممكن يبقى في نقاش، يقول لك ايه؟ يعني انتوا ادونا الفرصه دي واحنا كنا نعمل، واحنا مستعدين لده. بس انا عايز اقول لكم على حاجه. انا بكلم اهالينا في القطاع الخاص. انا لما جيت اعمل طريقين هنا، طريق الضبعة وطريق وادي النطرون العالمين، الناس قالت الطرق دي لازمتها يا دكتور، صح كده؟ طيب ولما جينا نزود نخلي الطرق دي نخليها 9 حارات، قالوا الناس لازمته ايه الكلام ده؟ هو الناس متصوره ان احنا بنعمله عشان نروح بيه الايه؟ الساحل. الساحل يعني؟ لا، هو مش الساحل، احنا بنتكلمه عشان الشغل اللي بيتعمل هنا، لان حجم الانتاج اللي هيطلع من الارض دي ضخم جدا، وبالتالي كان لابد يبقى في شبكه طرق تخدم عليها. انا بس بقول ده كايه؟ كاحد عناصر او مفردات البنيه الاساسيه لمشروع كبير زي ده. نفس الكلام ده ينطبق على شقه ترع اللي سواء كانت الترع دي ترع مكشوفه او ترع يعني مقفوله بمواسير. نفس الكلام يتحط على محطات الرفع اللي هتجيب الميه، واحنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، وبفكركم فيها. بفكركم بيها. ان احنا كان بنقول ان الميه بتيجي من اسوان لغايه اسكندريه بشكل تدفق طبيعي بالملي الطبيعي، مفيش اي انفاق الدوله بتعمله غير انك تشق ترع. لكن لما جينا نتكلم هنا في المشاريع ديت، اضطرينا ان احنا نجيب الميه في عكس الاتجاه بتاعها. وبالتالي اضطرينا نعمل محطات رفع. طب ما دي تكلفه كتير زياده. طب الخيارات ايه؟ يا نعمل كده يا ما يبقاش عندنا ال 4 مليون فدان اللي احنا مستهدفين نعملهم. يبقى هنكلف محطات رفع، هنشق ترع، هنعمل محطات كهرباء، هنعمل شبكه طرق، ده كل ده عشان نوصل الميه للمكان اللي هيتزرع، ثم بعد كده تتعمل تتجهز الارض اللي تم اختبارها وفحصها ان هي تبقى يعني الحاصلات الزراعيه اللي ممكن تطلع فيها، يعمل بقى تسويه للارض ديت، وبعدين يجهزها بنظم الري المختلفه وايضا المحاور اللي توصل ليها. لما نيجي نتكلم على 4 مليون فدان، يعني تقريبا بالنسبة للدلتا هنا حوالي 2 مليون. ال 2 مليون دول 3-4 محافظات كبار، ولا يا دكتور؟ يعني ال 2 مليون فدان دول 3 محافظات كبار زي البحيرة اللي هي فيها زراعات ضخمة جدا. فال 2 مليون فدان ده رقم كبير قوي، ومش بنقوله كبير عشان يعني ان احنا فرحانين بيه، ومن حقنا نفرح بيه برضه، لكن لان احنا بنقول عشان كده كان لابد ان البنيه بتاعته، البنيه الاساسيه للمشروع ده اللي تقوم بيها الدوله، عشان اولا يتعمل تخطيط مركزي وتنفيذ مركزي، عشان ما اقدرش اقول لحد
انت تزرع ال50,000 فدان دول، طب اعمل لك محطه رفع واحده. ما ينفعش، لان هي محطات الرفع دي جايه من رشيد لغايه، او من محور رشيد لغايه ما تصل هنا اكتر من 120 130 كيلو بهاء. تمام سيادتك يا فندم. فلازم احنا نعملها لغايه لما توصل الميه هنا، ثم تتعامل محطات الرفع عليها، ثم وزاره الكهرباء تحط الكهرباء اللازمه لتشغيل كل محطه. اذا طب بعد ما نعمل ده كله، تبقى احنا هنعمل، انا بقول للبهاء وبقول للمستثمرين القطاع الخاص، انك انت تبقى عايز تعمل ري بالغمر او حتى ري بالتنقيط، وممكن تبقى بتقول ان انا ده نظم ري حديثه. انا بقول لك وبقول لكم، وانا بتكلم في الميه بالنسبه لنا يا جماعه، ده تحدي كبير جدا جدا، حتى مع لان الميه اللي جايه لنا ميه ثابته ما بتزيدش. الميه اللي بتجي لنا ميه ثابته ما بتزيدش. هتزيد لو عملنا محطات تحليه، ودي بتكلف كتير قوي، واحنا شغالين في كده. هتزيد بان انا اعالج ميه صرف زراعي بشكل متقدم جدا جدا عشان اتخلص من كل المواد الضاره اللي موجوده فيها. ولكن يتبقى التحدي ان ملاحتها بتبقى قد تصل ل 2000 بي بي ام، وبالتالي هي هتزرع بها بعض مش كل الزراعات. يتبقى ان كل نقطه ميه درجه ملاحتها مناسبه لكل زراعه، خساره عليا لما تهدر مني في زراعات اقدر ازرع بيها بحجم ميه اقل. طب ممكن يقول لي طب ما هو الاستثمارات اللي هتتعمل في الزراعه دي هتبقى غاليه. ودي الكلمه اللي يمكن بقى اتكلم فيها لما قلت له خلي بالك، الصوبه بالنسبه لي محطه تحليه. فهو يعني استغرب من التعبير، يعني ايه الصوبه محطه تحليه؟ انا بقول له ان لو انا بزرع الفدان بحجم ميه معينه، فدان عادي بالغمر ياخد كميه ميه اكتر، اعمله بنظم ري حديثه ياخد كميه ميه اقل، ازرعه بالصوب ياخد نسبه ميه اقل، ازرعه بنظم اكثر تطورا زي الهيدروبونيك مثلا اخد اقل واقل. بس مش كل زراعه تتعمل كده، لكن في النهايه بقت المتر ميه ده اللي كان ممكن ازرع بيه غمر او ازرع بيه تنقيط او ازرع بيه صوب او ازرع بيه هيدروبونيك، هتجد ان الاربع نقاط الاولانيين دول او اللي هو الغمر ده مفيش فيه تكلفه عليا كمزارع. بالتنقيط او بالبيفوت يعني هلاقيه هيكلفني شويه. اتكلم على الصوب يكلفني اكتر، اتكلم على هيدروبونيك يكلفني اكتر واكتر. بس انا بقول لكم عشان كتير من الناس واحنا بنتكلم يقول لك يعني يا جماعه انتوا مش مدين فرصه للايه؟ للقطاع الخاص. لا، ده انا بجهز لك ده وبقول لك تعالى، بس يا ريت تقدر تيجي معايا حد ادنى بالري المحوري. حد ادنى بالايه؟ بالري المحوري ستة. حد ادنى. ليه بقى؟ لان انا في حوجه للميه شديده جدا، وعايز اطلع اكبر انتاج زراعي بشويه الميه المتاحين ليا. عايز اطلع اكبر انتاج زراعي. انا بكلم كل المصريين، لان القضيه اللي احنا بنتكلم فيها دي قضيه مصر، قضيتنا، قضيه مصر كلها. في موضوع احنا لو عندنا ميه تكفي زراعه 100 مليون فدان، انا والله العظيم كنت بفضل الله سبحانه وتعالى والحكومه هنتحرك ان احنا نزرعهم، بس احنا ما عندناش كده. اذا لو النهارده لو عندي 100,000 فدان ازرعهم بري مكشوف، ولا ازرعهم بري محوري، ولا ازرعهم بالصوب، ولا ازرعهم بالهيدروبونيك؟ هو كلام نظري مش كده بهاء؟ نظري. لكن انا بتكلم في نقطه استخدامات الميه، لكن في عوامل اخرى داخله معانا في موضوع استخدامات الميه. طيب المشروع اللي بيتكلم عليه في الدلتا، سواء كان الجزء الشمالي وده لسه ما خلص،
ولا حتى الجزء الثاني اللي هو عندنا الجزء الشمال اللي هو في والشرقي، واحد من رشيد وواحد فوق من عند ترعة الحمام. دول اللي هم هيبقوا المورد اللي بيدخل ميه للمشروع ده. طيب الميه ديت بعد ما تيجي هنا تبقى ري محوري كلها، ولا جزء منها ري محوري وري ري محوري اللي موجود ده، وده باقل استخدام للميه في النظم الري اللي هي العاديه التقليديه. لكن لو انا النهارده عملت صوب او عملت زراعات اخرى زي اللي بتكلم عليه زي الهيدروبينك ديت، وبقول برضو دي زراعات مش لكل شيء، ما اقدرش ازرع قمح بالطريقه ديت، ما اقدرش ازرع قمح بالطريقه ديت. لكن انا هتكلم بوضوح، تقدر تقول لي طب انا في زراعات ازرعها بالطريقه ديت، اقوم بدل ما ازرع 200,000 فدان قمح ازرع 200,000 فدان قمح مثلا، ده مثال، او 100,000 فدان قمح، ازرع 400,000 فدان محاصيل اخرى بس بنظم زراعه اخرى، اقول لك ايه؟ لا ازرع لي بقى 400,000 فدان زراعات اخرى وما تركزش، لان كل الكلام اللي بيتقال من بينا ان احنا ايه ان شاء الله هنعمل اكتفاء ذاتي في القمح وبتاع، ده مش يعني ده كلام كويس لو كانت الميه المتوفره لينا تسمح بكده. معايا دكتور مصطفى؟ وبرضه وزير الري يصلح لي ووزير الزراعه يصلح لي. مش كل الزراعات بتنفع بالنظم المتطوره قوي دي، لكن هي هتبقى عباره عن مصفوفه متداخله محطوط فيها اعتبارات مع بعضها، عشان في النهايه نقطه الميه المتاحه ليا اطلع بيها افضل واكبر واغلى انتاج. اتوفر ليا كده اقدر ابيع ده واجيب اللي انا عايزه. ممكن يبقى في نقاش بيني وبين الناس في الموضوع، وانا قابله وانا مستعد اناقش زمايلي المتخصصين في هذا الامر عشان اتعلم منهم وعشان اطرح وجهه النظر كوجهه نظر دوله. ليه احنا بنتكلم في ان احنا نتوسع في الصوب الزراعيه رغم انها ما بتطلعش كل حاجه؟ لان انا ممكن اخد اللي بينتج الانتاج اللي طالع من الصوب ديت وابيعه او احل بيه حاجه مساله، ثم استورد بالعملات اللي انا صدرت بيها دي القمح، وده مش غلط، وده نقاش كبير قوي. ما تقوليش النهارده انا عندي اقدر ازرع 1,000,000 فدان بالقمح، يعني يطلع لي 2.5 مليون طن ولا حاجه، وانت تقدر تزرع بيهم منتجات اخرى تساوي قيمه القمح 3 مرات. ده نقاش نتكلم فيه، نقاش نتكلم فيه، ولا يا دكتور مصطفى؟ فارجو بس النقطه دي تبقى واصله لينا كلنا. انا بتكلم هنا على جهاز بيستطيع ان يتحكم في الدوره الزراعيه لمنتجاته، مش بتكلم على الراجل اللي عنده 5 6 فدادين او 10 فدادين او 20 فدان في الدلتا فبيزرعهم قمح، لا ابدا. انا بتكلم على قدرتنا كدوله في ان احنا نسيطر على نظم هنا في انتاجنا الزراعي اللي اقدر احل بيه المساله دي. دي نقطه. اتكلم لما تيجي تتكلم على مثلا في العرض الاولاني اتقال فيه ان في 12,000 جهاز ري محوري. الجهاز تقريبا هنقول 80,000 دولار. مش كده؟ 125 فدان تقريبا. هنقول 80,000 دولار. 80 في 12 يعني مليار دولار. مش كده يا دكتور؟ مليار دولار. في مصنع اتعمل احنا هنفتتحه ان شاء الله خلال ايام قليله جدا. ده وفر لنا من المليار دولار لل 12,000 دول تقريبا اكتر من 60-70% من الدولار اللي كان بيستخدم وشغل ناس في مصر. يبقى بدل ما ادفع مليار دولار انا دفعت 200-250 مليون دولار في ال 12,000 جهاز ري محوري. انا بتكلم على مشاريع متكامله مش هنا بس. تمام ست كده يعني. طيب نرجع بقى تاني للنقطه دي اللي انا قلت ان احنا بعد ما اتكلمنا على الميه واهميتها، وبقول للمستثمرين انت هتبقى يعني مستعد انك انت تخش
في زراعات تكلفة البنية الأساسية بتاعتها يمكن تكون غالية شوية، بس شاركني في حرصي على المية. ليه؟ أنا هديك مثال. اللي هو الجزء اللي مظلل بالأزرق ده، لو كان مثلا، وده كلام نظري برضو، الزرع قبل كده بنظم ري أكثر حرصا على المية، كان قدرة الأرض دي على الاستمرار معانا أكتر من كده في الإنتاج زادت. بدل ما أتكلم في 30-40 سنة الخزان المية يكفيني، أتكلم على 40 و50. فهنا أنا كلامي للقطاع الخاص. هات بقى اللي بعدها. كل الكلام اللي اتقال قدامنا هنا، وشبكة الطرق اللي موجودة بتاعت كل مشروع، واللي هو جمعهم بهاء في الآخر، أنا عايز أقول مين النهاردة كان يعني مستعد يجي على مشروع ال 62,000 فدان دول اللي بقالنا فيه 4-5 سنين دلوقتي، مش كده بهاء؟ تمام سيادتك. بس خلي بالكم، احنا لما اخترنا المكان دوت اخترناه على ان ده المنيا وبني سويف كمحافظتين، لما يبقى فيها 60,000 فدان بيشتغلوا وبيزرعوا، هيعود ده بالنفع على مين؟ الايدي العامله. لان الايدي العامله دي من الناس اللي اهل البلد، وبالتالي لو النهارده متوسطه اللي هياخده في الشهر كم الف جنيه في عدد العاملين اللي على مدار السنه شغالين، يبقى انا عملت ده. وهنا هتكلم عن النقطة اللي بهاء قالها، لما بتكلم أنا كدولة في هدفي في التشغيل، يعني مش هقول لا، مش هختلف عن القطاع الخاص، مش هختلف، لكن هدفي في التشغيل إن أحقق ربح، بس أنا بعتبر من ضمن الأرباح هو التشغيل. أنا بعتبر يا دكتور الهدف الأرباح من ضمن أرباحي كدولة، إن أنا في بني آدم ما بيشتغلش يشتغل. طب المفروض المشروع ما يخسرش، ده الحد الادنى اللي احنا لازم كلنا نتفق عليه. لكن ان انا اعمل مشروع والمشروع ده يكسب مكسب مش كتير بس يشغل عماله كتير، انا بعتبر ده ربح يتحط. هو مش منظور انت بتحسب جالك كام جنيه، لكن انا بحسب برضه كم جالي، كم يعني قد ايه دخلي، ولكن من ضمن الدخل بتاعي ان انا شغلت في المشروع ده 100 أو 1000 أو 100,000 انسان. فال 100,000 انسان ورا منه 100,000 اسره، وده في حد ذاته بعتبره مكسب مالي، لان انا المفروض كدوله بوفر فرص عمل للناس، وبقول ان فرصه العمل من 100,000 جنيه لمليون، ويمكن تزيد اكتر دلوقتي، مليون جنيه الفرصه الواحده. فانا لو انفقت الانفاق ده عشان اوفر لانسان فرصه العمل ديت لا باس، بس ما اخسرش يعني. وانا بعمل المشروع ده ما اخسرش، وانا ما بطالبش القطاع الخاص ان هو يعني يخسر ابدا، ولا حتى يعني تبقى قد بعضها، ما هو بيشتغل ليه. لكن انا بتكلم هنا والله العظيم بمنتهى الموضوعيه والحياديه في طرح فكرتي مع كل من بيسمعني، عشان في نقاش كتير جدا بيتقال. يتبقى نظم اداره في اي مشاريع من اللي احنا بنطرحها دي. وهنا بقول يعني نظم اداره يعني ايه؟ يعني انا عملت جهزت لك الارض، ودخلت لك البيفوت، ووصلت لك الميه، تعال خد مني، بس خد بسعر ايه؟ عادل. عادل، ما تظلمش المشروع. مش هقول لك ما تظلمش عشان يستمر. ولما اقول لك خد كميه الميه المحدده، ما يا دكتور ما تتجاوزهاش، لان احنا مش ميه مطر، هي دي ميه احنا بنجيبها من بتمشي 120 و150 كيلو، سواء كانت اللي جايه من الحمام فوق او اللي جايه من تحت من رشيد. عشان تجي لك الميه دي كلها، ده في محطات بتشيلها وبتشتغل عشان، وترمبات بتتحرك بتشتغل عشان تجيبها لك، وكهرباء بتستهلك عشان تجيبها لك. فلو انت النهارده ما راعيتش ده في الميه اللي لسه بتكلم عليها، انت بتحملني انا تكلفه كبيره. يبقى احنا اتكلمنا في الميه
على ابنها بقى عامل مهم جدا جدا بالنسبه لنا في تحديد نوع الزراعه والمنتج بتاعها عشان نستفيد من كل نقطه ميه، بدل ما تقول ازرع 200,000 فدان ازرع 500,000 فدان، بس لا، في ال 200,000 فدان ازرعهم قمح، 500,000 فدان يمكن تكون زراعات اخرى. نيجي على التصنيع الزراعي اللي اتكلم عليه بهاء، وانا بقول هنا تاني بتكلم على الناس المصريين اللي بيسمعوني دلوقتي، اصل الحكايه مش حكايه ارض بتتزرع وبنتكلم في يعني ايه تصنيع زراعي. يعني هو قال لك النهارده معمل عصير مركزات برتقال، في ناس تعرف بس مش كتير ان انا ممكن اقشر البرتقال ده بعد كده يتحول ايه يا بهاء؟ علف. سيادتك يتحول لعلف. لما اجي اتكلم على القصب، لو انت النهارده كمزارع تصورت ان القصب فقط هو ان انا اخده من اول ما اشربه كوبايه عصير القصب بس، ده الشكل، لغايه لما اقول بقى لا ده بيطلع منه ورق وبيطلع منه نشا وبيطلع منه عسل اسود ويطلع منه خل، ولا مش كده؟ ولا انا مش كده؟ لو النهارده المشروع كان التصنيع الزراعي بتاعه جنب منه ومعاه، انت خليت المنتج الزراعي بتاعك تكلفته بقت اقتصاديه. ليه؟ لانك انت لو زرعته فقط قصب وبعته للمصنع، لا انا اسف يعني اسف، لحد هياخده هيعصره ويشربه للناس، ده شكل مش غلط، لكن اقتصاديا قليل جدا. لكن لو جيت قلت لي انا خدته واديته لمصانع السكر، لا انا بقى عصير وبقى سكر. طب اكتر، طب خدت المصاصه بتاعته اللي هي مخلفات المصنع ووديتها المصنع ورق عمل ورق، يبقى ما بقاش فيه هالك، ما استفدتش منه، ما استفدتش منه. وانا هقول لكم على حاجه، يعني كان من ضمن الكلام اللي كنا بنتكلم فيه من كام يوم كده على موضوع المدابغ. مدابغ، ففي مخلفات المدابغ دي من الجلود فبتترمي. يا دكتور بتترمي وبتبقى عبء على البيئه في انك انت ترمي الكلام ده، تتخلص منه في يعني في مناطق للمخلفات ديت، وتفضل موجوده كده ليها اثر بيئي مش كويس. لا، في صناعات ممكن تتعمل على المخلفات ديت، وبالتالي يبقى انت تخلصت من الاثر البيئي الضار بتاعها وحولتها لمنتج ايه؟ بس كل اللي بقول عليه ده بيحتاج ايه؟ يحتاج تكلفه، ويحتاج اللي انا اقدر اقول لحد النهارده عنده مدبغه بتطلع 1000 قطعه في اليوم اقول له اعمل لك مصنع ليها؟ لا، لازم حد يدخل يعمل المصنع ده وياخد من المخلفات دي منين يا دكتور؟ من كل الناس، ويبقى ما تترميش، ما تبقاش عبء عليه. فنرجع هنا تاني، احنا بنتكلم على شكل وفكرة المشروع ده لمستقبل مصر. احنا اللي انا قلت عليه ده كله حبيت اقول ان الخلطة دي، الخلطة اللي بتكلم فيها دي، ان بتتعمل ضمان تحقيق النتائج. يعني ايه ضمان تحقيق النتائج؟ لما اقول ان انا بفضل الله سبحانه وتعالى بستهدف ان انا ازرع 2 مليون فدان، يبقى بقول 2 مليون فدان. لكن ممكن حد يقول لي طب ما انت ممكن القطاع الخاص توزع الارض عليهم، او يعني تسمح لهم بده قبل وهي فاضيه خالص، وهو يوم استثماراته المختلفه، وهو اكفأ منك، اكفأ منك في ان هو يعمل بنيه اساسيه مش مكلفه زيك. انا بقى بصراحه هقول لكم حاجه، ده نقاش اتحدى بيه اي احد، ان يجي حد في القطاع الخاص يقدر يخش يعمل مشروع زي ده بنفس المستوى ده ويقول لي انا هكلفه اقل منك. لا، انا هنا انا بحيد فكره ان هو مش معاه قدره ماليه ولا معهوش، لا لا لا، انا بتكلم انك انت النهارده الناس كانت بتعمل مشاريع ما يعملوش طريق، ما يعملوش يا دكتور، لكن انت النهارده جاي تقول لي بتعمل طريق 10 حارات طوله 250 260 كيلو،
لغايه العالمين، عشان كل الاراضي الزراعيه اللي واقعه على الطريق تتخدم بيه. وفي هنا شبكه طرق اتعملت جوه المشروع بتاع مستقبل مصر بشغلها دلوقتي طبعا، عشان تخدم على نقل دخل الكميات الضخمه دي. بقول لكم يا جماعه ده مشروع ثلاث اربع محافظات كبار بيتعملوا اللي اتعملوا قبل كده في 200 سنه. اللي اتعملوا يا محمد في 200 سنه، انا بعمله في 3 4 سنين، سواء كان كهربته او طرقه او الترع بتاعته او اي نظم اخرى محتاجينها. يتبقى اللي القطاع الخاص بقوله له، ان انا عملت لك اللي عملته هنا. لما اجي اقول لك الفدان ده، الفدان ده اتكلف 350 400 الف جنيه بنيه اساسيه، ما تستكترش المبلغ عليا، ما ايه؟ ما تستكترش، لان انا اللي عملته كان لابد اعمله. انا مش زي ما قلت كده ما بزرعش على ميه مطر، انا بزرع على ميه منقوله 150 كيلو عشان تتنقل. اتعمل كلام كتير قوي، كنت اتمنى يبقى فيه الفيلم اللي انا طلبته انه يتعمل عن المشروعين دول تحديدا، اللي هو مشروع مأخذ رشيد ومحطة الحمام، اللي بيقول ازاي المشروع ده بعد كده ميته هتوصل له عشان يعمل الانتاج اللي احنا بنتكلم عليه. اذا اتكلمنا على المية واهميتها، اتكلمنا على البنية الاساسية وليه كانت بتتعمل بشكل مركزي للمشروع عشان تحقق ان ما بقاش فيه مطلب لانجاح المشروع او خروجه للنور. انا ما بتكلم على 2 مليون فدان في المشروع ده، بقدر اقول ان 25 مش كده يا بهاء؟ 25 انا ده خلاص كله جوه الخدمه، كله جوه الخدمه. الديبيت اللي بيني وبين مستقبل مصر دلوقتي مش ال 2 مليون فدان، لا، الديبيت اللي بيني وبين مستقبل مصر دلوقتي انك انت ما تقوليش ان انا هزرع بنظم الري المحوري فقط. ليه يا دكتور؟ عشان عايز 2 مليون فدان يبقوا 2 مليون ونص، بان انا اخش بنظم زراعات اخرى. النظم دي في الري بتاعها بتاخد كميات ميه اقل، فزود الارض الايه؟ المستفيده منها. فانا بقول كان لابد ان احنا نمشي للمسار بالطريقه ديت، بدليل ان انا لما احنا كمان كام يوم هنطلع توشكا في حوالي 900 الف فدان، مش كده يا محمد؟ 900 الف فدان ما هم موجودين قبل كده يا دكتور مصطفى للدوله المصريه من 25 30 سنه. 25 30 سنه. لكن اتزرعوا امتى؟ اتزرعوا امتى؟ وانا هنا يعني طب اطرح للقطاع الخاص اكيد، وخدت ناس منهم وفي بعضهم نجح ايوه، بس هل المستهدف اتحقق كله؟ لا. اذا لو احنا دخلنا بجديه، الدوله دخلت بجديه وبالتزام عليها يا دكتور مصطفى انها تحقق اهداف، ممكن تحقيق الاهداف. طب بعد كده هل الكلام ده متاح للقطاع الخاص يا دكتور؟ ايوه. كل اللي بنتكلم المنطقه الصناعيه، انتوا احنا واحنا جايين كده هتشوفوا الصوامع. الصوامع دي اتعرض عليها الموضوع من انا كان عندنا تحدي الدولار وما زال. كان عندنا تحدي الدولار وما زال. قلت لهم لازم تعملوا، وانا بقول الكلام ده ليا وللحكومه ولكل الناس المهتميه في مصر، اذا كنتوا عايزين تتجاوزوا مشكله الدولار في مصر لازم تخلوا المنتج المحلي ضخم جدا عشان يغطي المطلب بتاع البلد، ولو في فرصه انك انت تصدر بره تصدر. بتكلم في اي حاجه، بتكلم في اي انتاج زراعي صناعي كده. فقلت لهم انا مش ما اقدرش اعمل صوامع الا بالجنيه الايه؟ المصري. لو في شركه تزود المكون المحلي وتقدر تخلي لي الصوامع دي بالجنيه، انا مستعد اتعاقد. قالوا فكلمنا في قد ايه؟ في 500,000 طن مش كده؟ تمام سيادتك فندم. طب هم خدوهم بالايه يا دكتور؟ بالمصري، وعملوا مكون محلي زودوه عشان ما يجيبوش حاجه من بره. انا استفدت، والنهارده
واحنا بنتفقد هنشوفهم مش كده؟ تمام سيادتك. فقد ايه؟ سنه؟ سيادتك ده 14 شهر وده سيادتك تنفيذ غير مسبوق. لا لا خليني اقول بس يعني ان احنا قلنا القرار امتى؟ من بالظبط سيادتك من 14 شهر مش كده؟ تمام سيادتك. طب النهارده يبقى ده يعني لما يكون ادخل للخدمه نص مليون طن خلال سنه ولا سنه وشهرين ده مش قليل، ولو انا محتاج اكتر مستعد ايه؟ نعمل تاني عشان نبقى كل انتاجنا من المحاصيل المختلفه الذره والقمح والرز يمكن يبقى موجود ليه اماكن تخزين محترمه جدا 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 في مناطق الانتاج. هنا انا بتكلم على محافظه او ثلاث محافظات زي ما قلت انتاجهم هيبقى محتاج الصوامع دي، مفيش كلام. نيجي بقى للمنطقه المنطقه الصناعيه، لا السوق. السوق لو سمحت، السوق اللي على 500 فدان هو طبعا اقول كده ليه؟ لان اللي تم عرضه في كلام كتير قوي وتفاصيل كتيره جدا، لكن لما تيجي تشوفوها لما هتعمل ايه في مصر؟ هتعمل ايه في الجزء ده؟ ها غرب النيل صح كده؟ تمام سيادتك. غرب النيل هتعمل ايه؟ السوق ده مش مستقبل مصر هو اللي هيديره وهو اللي هيبقى جواه، لا ده تجار احنا اتناقشنا معاهم في مطالبهم والمساحات اللي هم عايزينها والثلاجات اللي هم محتاجينها وكلام من هذا القبيل. طب ليه؟ في فرق انك انت تطلع انتاج والانتاج ده يهدر منه 20-30% اثناء تداوله اثناء نقله، وانك انت تخش بيه تصنيع زراعي لدرجه انك انت تقلل الهدر ده 20% من يعني يبقى بس اللي بيهدر 5-10% فقط. السوق اللي انتوا هتشوفوه واللي بيتعمل حاولنا بقدر الامكان ان احنا نحقق ده، ويتبقى الجزء على الناس اللي هتشتغل بتعمله. في كتير يعني قالوا ايه؟ قالوا ان يعني ان الحكومه والرئيس السيسي يعني دايما بيحب يعمل كل حاجه ايه؟ زياده عن اللزوم شويه. لا لا يعني قال لك شوف المسجد بتاع السيده زينب والحسين يعني طبعا وانا لما اخش اعمل وارفع كفاءة مسجد يبقى أدهنه من بره كده وخلاص؟ لا لا لا، ده بيت ربنا، ده بيت مين؟ ما بيتعملش إلا صح. كلكم بتخلوا بالكم اللي عنده فيلا واللي عنده شقة بيحاول يخليها زي الفل، وأنا بيت ربنا لما أجي أعمله أي كلام؟ فبنيجي لما نيجي نعمل أي حاجة بتاعتنا بنحاول نعمل أقصى ما يمكن بأقل تكلفة في أقل وقت، ودي فكرة احنا بدأنا بيها شغلنا بصفة عامة خلال المدة اللي فاتت. بنقول أحلى حاجة بأقل سعر ما أمكن ثم في أقل وقت عشان الحاجة دي تطلع للناس وتستفيد بيها. السوق ده لما لقيت قدرته على إن هو يبقى يعمل تشغيل وتسويق منتجات بشكل كويس ويخلي يخدم على غرب النيل بشكل كويس يا دكتور مصطفى، طب ما بعد ما نعمله احتمال ان الاسواق القريبه منه اللي مالهاش لازمه ايه؟ ننقلها هنا ونقول لهم خلاص انتم مش محتاجين الاسواق الصغيره اللي موجوده في مش التخطيط كده؟ طبعا سيادتك فندم. طيب انت الصهد. انا اتكلمت كتير بس حبيت اقول لكم ان بفضل الله سبحانه وتعالى اطمنوا وتفائلوا من اللي احنا بنعمله، واللي احنا بنعمله ما بنجيش نقول هنعمله. احنا بنيجي بنقول تعالوا نقعد واحنا بنفتتحه وهو خلصان. يعني ما كلمتش على السوق، انا بس حبيت اقدمه كده عشان ما لكن احنا لما نيجي نتكلم عليه هنبقى واحنا بنفتتح سوق 500 فدان نكلف له مليارات الجنيهات عشان يقوم بالدور اللي كل الناس بتتمنى ان حاجتها تتعمل يحقق ده. الدول الكبيره اللي بتعمل الكلام دوت وبتعمل اسواقها بالمستوى ده مش بتعملها عشان هي غنيه، لا ده هي عشان تستفيد من كل ما لديها وما تهدرش حاجه مع المدى الطويل. طب ما النهارده كان في شون انا اسف يعني مفتوحه في الارض وكانت الناس يقول لك يعني ده المتاح. طب الشون اللي في الارض دي
اكسب ولا الصوامع اكسب؟ الصوامع. بس انت تعمل الصوامع امتى ومنين؟ فما عندكش، فما بتعملش، فرقدك بترمي القمح بتاعك على الارض، الطير ياكله والقوارض تخش فيه، مش كده يا دكتور؟ ورغم ان ال 20% او ال 25% اللي بيهدروا في الشونه يمكن الصومعه تغطي تكلفتهم خلال 3 4 سنين. بقول كلام معقول؟ صح. بس كان لابد نعمل ده ولا ده؟ يعني نعمل ده ولا ده؟ فيقول لك انت، طب ما انت زنقت نفسك وزنقتنا. صحيح. بس انا ما عنديش خيارات تاني. انا زنقت نفسي وزنقت الدوله بس عشان نعمل دولة، عشان نعمل ايه؟ دولة. واللي بيتعمل ده اثاره يوم عن يوم بتبقى بتعود للدولة. اللي بتنمو اكتر من 2 مليون انسان في السنة. انا بشكرك، ويمكن بقية الجولة هيبقى عندنا فرصة، وانا ارجو تالي للقطاع الخاص. وانا لما بقول الكلام ده، ده مش كلام يعني ميديا يعني، لا والله العظيم انا صادق. واكيد لو انا صادق حقيقه ربنا هيوصل صدقي لكم ان انتم تبقوا معانا في المواضيع ديت. طبعا يسعدنا وامر لمصلحتنا كلنا ان انتم تبقوا موجودين وكل التسهيلات تقدم لكم. شكرا جزيلا.